معالي المحافظ، بعد افتتاح معرض دمنهور ومعرض حوش عيسى في خفض الأسعار وتفقد بعض المخازن، رسالة طمأنينة توجهها لشعب البحيرة بعد الجولة؟ احنا كلنا متابعين طبعا جهود الدولة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية. دولة رئيس الوزراء بلغنا بتعليمات فخامته طبعا الفترة السابقة دي ان احنا نظبط الاسعار في الاسواق. كلنا شفنا كم الحملات اللي اتعملت على السلاسل اللي موجودة داخل كل محافظة البحيرة لحد ضبط الاسعار. كلنا شايفين النهاردة ده المنفذ رقم 2 اللي بنفتحه، فتحنا منفذ دمنهور والنهاردة بنفتح منفذ حوش عيسى، وان شاء الله هنكمل بقية المدن بتاعتنا. وكلنا شفنا لما تفقدنا طبعا المناطق اللوجستية في تجميع السلع لمحافظة البحيرة والمحافظات اللي حوالينا كمان، يمكن دي كان أحد المشروعات اللي عملناها برضو الفترة اللي فاتت. عايزين نقول الأسعار هنا مخفضة من 25 ل 30% عن أسعار السوقية اللي بره. عايزين نقول الأسعار طبعا كلكم شايفين إن الرز بيتباع ب7 جنيه جوه أهو في آخر المعرض، وشفنا ب8 جنيه برضو أنواع أخرى، وشفنا السكر ب10 جنيه في حدود ال10 جنيه، شفنا اللحوم اهي ب 130 135 جنيه البلدي، شفنا السوداني ب 110. فعايز اقول ان المعمول هنا في محافظه البحيره هو تعليمات الدوله لضبط الاسعار لصالح المواطن البحراوي. كل مواطنين البحيره انا كل اللي عايز اقوله لهم ساعدونا، ما حدش يروح ياخد من حته غاليه، احنا فاتحين المنافذ اللي تكفيك والمنافذ ممتده وفيها كميات كبيره من السلع، انزل وخد منها اللي انت عايزه. ولكن في النهايه ما تروحش مكان فيه اسعار عالية، وأي مكان في أسعار عالية بلغنا على محافظة البحيرة بشكوتك، وإحنا هننزل نتعامل مع المحل أو الماركت اللي هو عامل حاجة زي كده. ولكن في النهاية لا جدال في ضبط الأسعار في محافظة البحيرة، كل السلع متوفرة زي ما انتم شايفين، كل الناس تطمن، وكل سنة وأهل البحيرة طيبين بمناسبة شهر رمضان. معالي الوزير،